السلام عليكم. ان شاء الله في الفيديو ده هنكمل شرح محاضره الكولومز انتروداكشن اللي بتتكلم عن شويه برينسيبلز اساسيه في الديزاين والاناليسيس بتاع الار سي كولومز. بعد اللي قلناه في الفيديو اللي فات هنخش بقى هنا على طريقه التسليح بتاعه الكولومز، يعني ودي ما فيهاش حاجه جديده قوي. يعني هو بيقول لك ان الكولومز مين اللي بتتسلح، يعني اول حاجه انها بتتسلح بحديد طولي وكانات ستربس اللي هو lateral ties، واللي هي زي قلنا زي الكنات العادية خالص، اللي هي الكنات المستطيلة اللي هي بتتحط كان أو مركبة مربعة بتتحط كان كل spacing بالشكل ده. ده طريقة التسليح الأصلية. وقبل ما أكمل، هو الفكرة كلها دايما إن أنا لازم أوفر في العمود عندي أنواع تسليح مختلفة وكل حاجة بتعمل حاجة. في بعض الأحيان مش هيحط تسليح معين فهيفقد الميزة اللي بتأديها التسليح ده، ولكن في الآخر العمود شغال. لكن مين اللي إحنا دايما بندور على تسليح طولي وتسليح كانات عشان يعمل الكونفايمنت اللي قلنا عليه اللي بيخلي العمود كانه ممسوك بحيث ما يقدرش ما يحصلش لاترال اكسبانشنز، واللاترال اكسبانشنز اللي بتحصل دي بتخلي العمود يكون ضعيف ويحصل له فيلر ديوتو اللاترال تنشن اللي بيتكون. والحته دي احنا قلناها قبل كده، بس قدام شويه لما نيجي نتكلم على شويه تشارتس كده هتكلم عنها بالتفصيل اكتر، وايه البيهافير اللي بيحصل وقت انهيار العمود، ويعني وده التفصيل بالظبط اللي بيحصل، لان في شويه ستيبس كده مهمه في البيهافير. قال لك تاني حاجه ان هو ممكن يعمل تسليح طولي وكونتينوس سبايرل. يعني ايه؟ بدل ما يعمل كانات كل مسافه بيقوم عامل سبايرل كده، ما اعرفش ممكن الاقي هنا اه حاجه زي كده، كانات كانه حلزونيه واخده العمود كله من فوق لتحت. طبعا لو جيت تفكر فيها يبقى ده كونفايمنت عالي جدا، لان انت بدل ما بتعمل كونفايمنت على كل مسافه فكان الحته اللي في النص دي من غير كونفايمنت، وزي ما شفنا الفيلر بيبقى عامل حاجه عامله زي كده كانها زي سيلندر او كيوب بتختبره، فممسوك من فوق ومن تحت، فبين الحركه اللي هنا الافقيه هنا وهنا، لا بتعمل سكانات في كل عمود كانت سبايرال ستربس، فده بيخلي العمود الكونفايمنت بتاعه عالي جدا فيقدر يتحمل احمال اكتر زي ما هنشوف كمان شويه. الطريقه الثالثه ان انت بتعمل كومبوزيت كولوم. يعني ايه كومبوزيت كولوم؟ يعني انت بدل ما تعمل حديد بتجيب حديد تسليح، لا بتجيب قطاعات تسليح قطاعات حديد ستيل سيكشنز، زي مين اللي بتبقى البايبس، لو انت هتعمل جيب بايب ستيل وتصب جواها خرسانه، او ممكن انت تعمل ايه، ممكن تحط معرفش ده مكتوب هنا لا، لكن انت ممكن تحط كويز او ريزاوت اديشنال انفورسمنت لو انت محتاج يعني، او ممكن كمان تحط تعمل اي عمود اي بي اي وصب حواليه خرسانه، فانت كده كانك حطيت التسليح الطولي. طبعا ده هيفقد التسليح اللينجيتود اللي هو الترانسفيرس او الكنات، لكن في الاخر في تسليح طولي. لكن ميزه بقى البايب اللي مملاه خرسانه ده، التسليح ده تسليح طولي بيشتغل معاك في الكومبريشن وفي نفس الوقت بيمنع لاترال اكسبانشن 100%، فالعمود بيبقى ليه كاباسيتي عاليه جدا يقدر يتحملها، مش زي حتى العمدان الاكبر من سبايرل لان انت ماسك العمود كله من كل النواحي. ده بقى الكلام اللي كنا بنقول عليه، وده زي ما قلنا ده الكنات الشكل اللي بنقول عليه، دي التايز اللي هي الكنات، وده لو انت عندك التسليح اللاترال كان عباره عن سبايرل زي ما قلنا، وده غالبا بيتعمل يعني نظريا ممكن يتعمل في اي حاجه، لكن ما ينفعش طبعا يتعمل في عمود مربع او مستطيل، لكن بنعمله ده في عمود مدور عشان نعرف نعمل شكل السبايرل. ده عمود الكومبوزيت اللي بنتكلم فيه، ده عمود سلندر وسيركلر سكشن ومصبوب جواه خرسانه، وده او زي ما قلت بس ما كانش مكتوب فوق، ده اي بي اي سكشن مصبوب حواليه خرسانه، فده بيديك كومبريشن فورس عاليه جدا، لكن مفيش لاترال تسليح اللي هو التسليح زي الكنات عشان يمنع لاترال اكسبانشن ويعمل كونفايمنت للعمود. فده طبعا يعتبر اقوى حاجه ممكن تجيبها من عمود كومبوزيت ستيل وخرسانه مع بعض. نيجي بقى للمنظر ده، والمنظر ده مهم جدا 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 لان هو بيفهم الناس البيهيفير عباره عن ايه. احنا قبل كده قلنا ان الكنات بنحط كنات ليه؟ لان الكنات بتعمل كونفايمنت للعمود، فالكونفايمنت ده بيبقى كانه بيمنع الحركه الافقيه في حتت معينه، واصلا الانهيار بيحصل بسبب وجود لما انت بتضغط حاجه اندر كومبريشن بيحصل لاترال اكسبانشن في الاتجاه الثاني بسبب واسون ريشيو، فبيتكون تنشن ان بيحصل اكسبانشن، فده كانه تنشن فبيعمل كراكنج فيحصل انهيار. فلما انت تحط الكنات دي هنبص لها ازاي بقى؟ هنبص لها بطريقه مختلفه شويه. زي بالظبط المثال الشهير جدا بتاع الشخص اللي بيشيل الاثقال فبيقوم رابط حزام عليه. اما انت بتربط الحزام ده بيمنع العضلات انها تنفجر، انت بتضغط عليه فالعضلات ما بتمنعها من ان تنفجر فبيقدر يتحمل احمال اكتر. ده بالظبط اللي احنا بنعمله، انت بتيجي على العمود تحط فيه حاجه
بتمنع اللاترال اكسبانشن فتخلي العمود يحصل له كونفاينمنت. دي اول معلومه تبقى عارفها. تاني حاجه وهنبص لها، احنا قبل كده كنا بنتكلم بشكل الى حد ما مش ساينتفك، لكن تعالى نبص لها بقى بشكل ساينتفك اكتر. لو الناس دي ترجع للكورسات الماتيريالز هتلاقي ان يقول لك ايه، لو انت بتختبر عينه في اللاب وحطيت عليها لاترال كومبريشن فورس بالظبط زي اللي بيحصل، يعني انت عندك دلوقتي كانه، عندك دلوقتي عمود، والعمود ده بيحصل لاترال اكسبانشن، فالكانه دي الكانه دي كانها بتحاول تضغط العمود لجوه، فضغطت العمود لجوه دي كانك بتعمل كومبريشن ارضي على العمود. فده بيؤدي لايه؟ ده بيؤدي ان العمود ممكن يشيل كومبريشن فورس اعلى او الممبر. لو انت جيت ترجع للماتيريالز يقول لك ايه، بيرسموا ستريس سترين كيرفز كده، او يعني زي في الباي اكسيال لودنج، ان انت كل ما بيبقى عندك اللاترال فورس اللي بتحطها كومبريشن اكبر، كل ما يقدر يتحمل لود في الكومبريشن اعلى الكومبريشن العادي. ولو حطيت تنشن فورس عرضيه لا بتلاقي ان الفيلير بيحصل بسرعه. فدي بالظبط الفكره، كل ما انا احط كونفاينمنت اكتر كل ما انا هقدر اجيب كومبريشن فورسز اعلى. دي نقطه مهمه جدا، ان الكونفاينمنت بيزود الكاباسيتي زي ما قلنا، بسبب ان اللود العرضي ده بيزود الكومبريشن كاباسيتي. طبعا زي ما قلت هو برضو يعني هي بتبص لها من كذا رؤيه، برضو موضوع ان انت ان في لاترال تنشن بيتكون فالكنات دي بتمنعه انه يتكون فالانهيار ما يحصلش، برضو يعني هو الكلام كله بيؤدي لنفس الكونسبت في الاخر، هو ده كله اصلا يعني نفس الحاجه، بس هي رؤيه مختلفه بشكل مختلف. يعني يبقى احنا كده فهمنا. في بقى حاجه مهمه جدا تانية بتحصل، انت دلوقتي لو جيت تلاحظ المنظر اللي فوق ده بيحصل، انت لما تيجي تضغط على العمود كونفاينمنت فيها فول كونفاينمنت وانا فيه فول كونفاينمنت، لكن بين الكنات الكونفاينمنت ما هوش فول كونفاينمنت، بيبقى كونفاينمنت جزئي بسبب تاثير الكنات. فاول ما انت توصل لاف سي يو هتلاقي او يعني الكومبريشن كاباسيتي بتاعت الخرسانه هيبدا الحاجات اللي مش معمولها كونفاينمنت قوي تقع، لان زي ما قلنا وجود كونفاينمنت بيزود الكومبريشن كاباسيتي، وزي ما قلنا الكومبريشن كاباسيتي الموضوع في الاخر الكومبريشن بيتحول لتنشن عرضي فبيحصل انهيار بسبب التنشن العرضي ده، فده كونفاينمنت عالي جدا فما يحصلش انهيار العرضي، لكن هنا بيبقى عمال يقل يقل لحد ما يوصل لاقل حاجه هنا، فيقع جزء كبير جدا من الكونكريت كفر ويقل لحد ما يوصل للفول كونفاينمنت تاني. ده معناه ايه؟ زي ما قلنا طبعا المنطقه اللي باقيه دي انت متفاهم جدا طالما ما وقعتش يبقى الكباسيتي بتاعتها اعلى من الكومبريسيف كباسيتي العاديه بتاعت الخرسانه اللي هو اف برايم سي او الاف سي يو ايا كان الطريقه اللي بنشتغل بيها. فمعنى كده ان الحته دي ليها كباسيتي اعلى من الاف سي يو، يبقى انت دلوقتي عندك حاجه، اول حاجه الكروس سكشن اريا هنا قل، بس في نفس الوقت الستريس اللي يقدر يشيله زاد، فمن هنا بقى بتكون بالانس. البالانس بين بعد يعني دلوقتي احنا وصلنا للحظة ال اف سي يو طبعا عشان عاملين كونفاينمنت فما انهارش، بس حته انهارت فلحظه الانهيار اللي هي الجزء دي بيتكون بيبقى عندك حاجه، الخرسانه اللي جوه تقدر تشيل ستريس اعلى بسبب الكونفاينمنت الجزء اللي عليها، بس في نفس الوقت الاريا قلت، فبيزد على العلاقه بين الاريا اللي قلت وزياده الكباسيتي بسبب الكونفاينمنت بيبدا يحصل ديفرنت ان بيهافير. ببساطه لو الكونفاينمنت عالي جدا هيخلي الاريا اللي بيحصل لها انهيار قليله، وهيخلي الاستريس اللي يقدر الكونفاينمنت عالي جدا فتقدر هي تشيل لود اعلى، وكل ما الكونفاينمنت يقل كل ما الاريا اللي بتنهار بتزيد، وكل ما الاستريس اللي يقدر يشيله اكتر بيقل، فتلاقي ان الموضوع ممكن يا اما تفضل الكباستي ثابته يا اما الكباستي تقل، لان زي ما بقول لك هي علاقه في حاجه بتزيد وحاجه بتقل، فعلى حسب الزياده والنقصان ده بيبدا يحصل البيهيفير المختلف. ده بالظبط اللي بيحصل في الشارت اللي تحت دي. نزود بس معلومه ثانيه، ان الكنات ما بتبداش تادي كونفاينمنت بتاعها غير لما يحصل لها لاترال اكسبانشن قوي في حته معينه عشان تبدا تضغط، لان الكنات دي زي ما بيسموها باسيف كونفاينمنت، انت مش انت في اللاب لو بتيجي تختبر زي ما قلنا انت بتضغط عرضي عشان الانهيار ما يحصلش، لكن الكنه دي عشان تبدا تشتغل هي محطوطه، فلازم يحصل اكسبانشن عرضي فتبدا الكنه تضغط لجوه. ده نظريا طبعا كل ما اللود يزيد كل ما الكنه تشتغل اكتر، لكن يعني فعليا ما بنقدرش نقول ان الكنه شغاله قوي غير لحظه الاف سي يو او بتوصل اف سي يو، لان اف سي يو بيحصل لاترال اكسبانشنز عاليه جدا، فنقدر نقول ان الكنه بدات تشتغل وتاثر معايا. فلو جينا نشوف عندك دلوقتي عندك اربع عمدان، عمود تايت كولوم ده العمود اللي فيه كانت عاديه، لايت سبايرال، سبايرال قليل شويه، بعد كده سبايرال اعلى، فسبايرال اعلى شويه. هتلاحظ ان كل ما انا عمال الحاجه اللاترال اللي بتعمل كونفاينمنت بتقوى كل ما الكباستي بتزيد. تعالى بس ناخد الموضوع بالراحه كده. هنيجي في الحته الاولانيه،
هتلاقي ان كل الاربعه الكولومز اللي عندي بيوصلوا لنفس الماكسيمم. الماكسيمم ده اللي هو الاف سي، اللي هو اللي بتشيله الاريا كونكريت في الاف برايم سي او الاف تلتين اف سي يو يعني، وزي ما نشوف ليه تلتين بعد كده. وصلت انت هنا الاف سي يو، زي ما قلنا انت لحد دلوقتي المفروض الكونفاينمنت ما اشتغلش والخرسانه لسه مفيش حاجه منها وقعت، لان قلنا عندما بتوصل الاف سي يو بتبدا الكنات تشتغل بسبب اللاترال اكسبانشن القوي، وبيبدا في المناطق اللي هي ما عندهاش كونفاينمنت عاليه تبدا يحصل لها انهيار جزئي. اول ما انت وصلت الاف سي يو الكنات تبدا تشتغل بشكل مؤثر، وحصل انهيار لشويه حاجات، الاريا قلت شويه في حتت، والكونفاينمنت عمل ستريس اعلى شويه في حتت فخلاها تشيل اعلى. زي ما قلنا بيزعل العلاقه دي بيبدا يحصل بقى. لو الكونفاينمنت ضعيف والاريا اللي وقعت كتيره فبيبدا الكباسيتي تقل جامد، فيبدا العمود يحصل له ديجريديشن في الكباسيتي بتاعته. طب لو سبايرال اعلى يعني معنى كده كانت كونفاينمنت اعلى شويه بيبدا العمود يقل شويه بس ما بيقلش جامد، وبيفضل يقدر يتحمل لود لفترات اكتر لحد ما يحصل له انهيار، بس انهيار متاخر شويه عنده. طبعا ده لود ديسبيسمنت كيرف. وطب انت عليت شويه الكنات اكتر بيبدا يجي عند انهيار، يبدا الكنات تبدا تشتغل ويحصل انهيار جزئي لبعض الاماكن، يفضل ثابت شويه وانت عمال تضغط، فطول ما انت عمال تضغط الاكسبانشن عمال يزيد، فالاكسبانشن اللي بيزيد ده بيزود قدره الكنات انها تعمل كونفاينمنت، فيبدا بعد كده شويه قدام يبدا الكراسي تزيد حبه تاني، وبعد كده يحصل انهيار بقى ما يبدا الكونكريت كتير يقع. طبعا نضيف سبايرال كانت عاليه جدا فوصل للماكسيمم، كانت اشتغلت بقوه الاريا اللي هي قليله، فتبدا الكباسيتي تزيد بسبب الكونفاينمنت العالي اللي ادى الى ان الخرسانه تشيل اكتر من اف سي يو بكتير، وانها في نفس الوقت الاريا اللي بتقع قليله. زي ما قلنا شرح الكيرف ده مهم جدا لان ده اللي بيفهمك البيهيفير بتاع العمود، وده بس ده الشرح بالتفصيل اللي هو كاتبه. يجي بعد كده شكل التسليح، وده هتكلم عنه بالتفصيل في محاضره الديزاين، لكن مين اللي هو بيبقى عندك العمود؟ قال لك يا اما تايت كولومز اللي هي الكنات اللي فيها كنات مستطيله او مربعه، او سبايرال كولوم اللي هو فيه كنات على شكل سبايرال حلزوني. وكل ليه شكل الكنات بالمنظر ده؟ احنا لحد دلوقتي عارفين ان انا بحط الكنات عشان بتعمل كونفاينمنت. طب هي ازاي بتشتغل؟ ازاي احط الكنات تعمل كونفاينمنت ويبقى افكتيف كونفاينمنت؟ ده اللي هنتكلم فيه ان شاء الله قدام في محاضره الديزاين. لحد هنا احنا اتكلمنا على البيهيفير بتاع العمود، هنرجع للحته قلناها في الاول شويه. العمدان بتبقى شايله مين لي نورمال فورس، لو هي ما عليهاش مومنت جاي بسبب الاستراكشر اناليسيز، او انت مصمم ان العمود ده يعني كانه هنج من الاخر يعني. طيب ده ما بقاش عليه اي مومنت، بيكون مومنت على العمود بسبب المومنت اللي جاي من الاستراكشر اناليسيز لو انت عندك فريمنج اكشن او كده، وده زي ما قلنا بالتفصيل هنفهمه في الفريمز ايه اللي بيخلي فيه فريمنج اكشن يتكون وين المومنت على العمود. او ان انت اللود بدل ما هو جاي في السي جي بتاع العمود جاي في مسافه، بين العمود، يعني اللود جاي في مسافه عن مكان سي جي العمود، فده بيؤدي لوجود اكسنتريستي، فالاكسنتريستي في اللود بتاع الكاميرا بيؤدي لوجود مومنت، وده بنسميه اكسنتريكلي لودد كولمز. ده ممكن يبقى في اتجاه واحد يعني يبقى اكسنتريك في اكس او اكسنتريك في واي، او في اكسنتريستي في اكس واي، وده اللي بنسميه وجود اكسل لود مع باي اكسيال مومنت، لان في مومنت في الناحيتين. ده نفس ده كان بقى بيشرحه، بيقول لك ان المومنت هيساوي بي في اي، وان الاستريس بيساوي بي على اي لو هو يونيفورم، وهكذا يعني نفس الشرح بس. وطبعا الكلام ده بالتفصيل هنشوفه قدام في الفريمز. نيجي لحاجه سريعه كده دلوقتي، ازاي اللودز بتتنقل اصلا؟ اصل طريقه نقل اللودز، لو عندي بلاطات وكاميرات وعمدان، ان اللودز بتروح من البلاطات للكاميرات ومن الكاميرات للعمدان. دي الفكره الاصليه او الطريقه الابروكسيمت في الحسابات، لان طبعا الموضوع ما هوش بالبساطه دي، بس يعني هنشتغل بالطريقه الابروكسيمت دي. زي ما احنا عارفين بنودي احمال البلاطات للكاميرات، والكاميرات بتشيل رياكشنز او العمدان بتشيل رياكشنز الكاميرات. طب احنا دلوقتي عشان نحسب اللودز اللي جايه على العمدان، الطريقه البديهيه اللي احنا ممكن كلنا عارفينها، ان احنا طب انا هعمل لود ديستريبيوشن مثلثات وترابيزيومز، وهحط الاحمال على الكاميرات، احسب رياكشنز الكاميرات واقوم ناقلها على العمدان. ده صح 100%، لكن في طريقه ابروكسيميت وسريعه، وفي نفس الوقت بتديك رقم مقبول تقدر تشتغل بيه لو وقتك ضيق. المفروض ان الاحمال دي كلها سيمتريك، فمعنى كده ان بين كل عمود وعمود نص الحمل رايح للعمود ده ونص الحمل رايح للعمود ده، فهو اقدر اقوم شادد خط كده واقول ان الحمل ده رايح لده والحمل ده رايح لده. نفس الكلام في العمدان، ده مش شادد خط
وهنا اشد خط وهنا اشد خط. هيتقفل هنا الاريا، الاريا دي اللي بتتقفل، دي هي الاريا اللي بتروح للكولم ده. فانا لو عارف ان مثلا ال WS Ultimate انا عارفها بكام، لو ضربتها في الاريا بتاعت المنطقه دي اللي هي بنسميها تريبيوتري اريا اللي العمود بيشيلها، اقدر اجيب التوتال لود يرجع العمود. طبعا انا ممكن ادخل في الكلام ده اطوال الكمرات اللي موجوده، يعني عندي كمر دي مثلا طولها مثلا 2 متر ودي 2 متر ودي مثلا 3 متر ولا 4 متر ولا حاجه، اجيب التوتال لينثس بتاعتها ومضربها في الكروس سكشنال اريا واضربها في جامعه كونكريت، او جايب التوتال ويت اللي بيتشال من الكمرات على العمدان مع دبليو اس مضربها في الاريا اللي العمود شايلها، تقدر تجيب التوتال لود اللي جاي على العمود. ده بالظبط المشروع هنا، الناس ترجع له لو عايزه. او بيقول لك طريقه الرياكشن زي ما قلنا اللي هي الطريقه العاديه انك تجيب رياكشنز الكمرات وتنقلها على العمدان. طبعا بيعمل بقى شويه، لو انت عندك ان الدور قدامنا كذا دور، هتمسك الدور الاول تحسب رياكشنز تقوم جايبها على العمود، الدور الثاني تحسب رياكشنز في العمود ده، هيبقى شايل الرياكشن اللي جاي من فوق مع الاحمال اللي جايه من الدور بتاعه، وهكذا طول ما انت نازل لتحت. طبعا الصح ان انت تبقى مع كل دور او كل حمل معاه وزن العمود، يعني احنا المفروض دلوقتي احنا لسه ما عملناش ديزاين فما نعرفش ابعاد العمود كام فما نعرفش حمله. باي ديزاين يعني وبالخبره وكده بيقول لك انت ممكن تاخد حمل العمود كانه 10% من وزن الدور او من الحمل اللي جاي من الدور، يعني انت بتفترض ان تقريبا يعني بالخبره كده بيقول لك ان الابعاد اللي هتطلع من احمال معينه بتساوي وزنها هيساوي 10% من وزن الاحمال اللي هي شايلها. دي طريقه تقريبيه كده الناس بتشتغل بيها، يعني لو عايز تاخد الكلام ده في اعتبارك بس كده. فهو دلوقتي قال لك ان لحد ما بتقعد تنزل احمال لحد ما توصل للابعاد، فعندك التوتال لود تحت، هتصمم العمود على الماكسيمم لود تحت، وهتصمم طبعا الابعاد، وده اوت اوف سكوب بتاع الكورس، بس هتصمم الابعاد على التوتال لود اللي جاي عليها. يبقى انا كده خلصت الانترودكشن بتاع الكولمز، وان شاء الله في الفيديو الجاي هنتكلم بقى على الديزاين بتاع الكولمز، وكل ده هيكون بيزد على الكونسبتس اللي اتشرحت في الفيديو ده والفيديو اللي قبل. شكرا والسلام عليكم.